واللي راح عليه دوره اللي راح عليه دوره للجرعة الثانية تم إعطاهم هذا الأسبوع، واللي راح عليه دوره من الجرعة الأولى سيتم إيجاد أيام لهم في الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم. نعم، أنا بطمنك أخي محمد إنه من اللي سجلوا من 400,000 إن شاء الله في الأسبوع القادم راح نكون مكملين اللي فوق 60 سنة من المسجلين. من اللي سجلوا على المنصة. نعم. اللي فوق 60 سنة الأسبوع الجاي بنخلصهم. إن شاء الله. نهاية الأسبوع القادم. إن شاء الله. طيب اليوم من وجهة نظركم، ما هو إذا صارت هاي إذا نزلت أرقام إذا ارتفعت أرقام منح اللقاح ممكن الناس تقبل على التسجيل، إنه الناس اليوم بتقول لك أنا ليش أسجل سيدي لقاح ما في. هذه يعني أستطيع أن أتفهم هذا التوجه، ولكن ما أريد أن أتوجه به إلى المواطنين، نريد من المواطنين أن يسجلوا ويحفظوا أدوارهم، ليحفظوا أدوارهم. أيضا عندما يسجل المواطنون نحن نعرف تماما المجاميع البشرية المسجلة في مناطق معينة بحيث نستطيع أن نتخذ إجراءات إدارية معينة في تلك، ممكن نفتح مركز تطعيم في تلك المنطقة، ممكن أن يعني نعمل إجراءات إدارية معينة، نزيد الكوادر في تلك المنطقة، هم يساعدون الخطة الوطنية في تسجيلهم على منصة، فليحفظوا حقهم وليحفظوا دورهم والمطاعيم إن شاء الله أخي محمد قادم. في هذا الربع الأول بنحكي عن 400,000 لقاح على الأقل إن شاء الله. في الربع الأول على الأقل. في الربع الثاني نتحدث عن أرقام أكثر من ذلك. أكثر من ذلك. نعم. بدي أسألك سؤال في موضوع المخالفات، عم بوصلني كثير ملاحظات أن المخالفات محصورة في العاصمة عمان. يعني سيدي هذا السؤال يوجه إلى عندكم فرق الأجهزة الرقابية مفهوم، وفي فرق رقابية وزارة الصحة. الأجهزة الرقابية في وزارة الصحة يعني أجهزة معينة لا ترقى إلى يعني لا ترقى المخالفات. نعم هناك ضابط ضابطيات. بس أنتوا لمستوا ونقلتوا هاي الملاحظات؟ لقلنا ملاحظات كثيرة، وأنا يعني بدي أتوجه بالشكر يعني لوزارة الداخلية والأجهزة والأمن العام، يعني في الأسبوعين الأخيرين قدموا خدمات ممتازة جدا في إلزام المواطنين بتنفيذ أوامر الدفاع. طبعا بالتأكيد هناك قد يكون هناك بعض التفاوت في التطبيق ما بين العاصمة والمحافظات الأخرى، أعتقد أن هذا الموضوع قد تم التطرق له، وأنا أعرف تماما بأنه تم التعميم على كل الحكام الإداريين في الأردن بأن يكون التطبيق صارما. راح أسألك في اللقاحات، لأنه جونسون أند جونسون مالهم حكوا أنه اللقاح مرة واحدة، في غير اللقاح لمرة واحدة؟ اللقاح الوحيد المرة الواحدة الآن هو جونسون أند جونسون. متعاقدين؟ مش متعاقدين، حكينا ما حكينا. لدينا اتفاقية تفاهم مع جونسون أند جونسون. بس يعني بس اتفاقية تفاهم حتى الله. نعم نحن نتفاوض معهم على مواعيد التوريد، نحن نريد مواعيد توريد يعني بكير